عم تشتعل المنافسة بين فرق الدرجة الثانية رجال من جهة الصعود إلى دور الأضواء قبل أيام معدودة من انطلاق البطولة. الأسبوع الماضي تعرفنا على نادي ريدرز، وهالأسبوع رح نشهد على الحماس الموجود لدى فريق ميروبا الطامح إلى العودة إلى الدرجة الأولى، حيث بيمزج الفريق بين لاعبي الخبرة ولاعبين الناشئين، والهدف الموضوع من إدارة النادي هو عودة النادي الكسرواني إلى مكانه الطبيعي حسب أول رئيسه أنري صباغ، يلي ما خف إمكانية ضم لاعب رح يشكل مفاجأة بالدوري، وأكد اقتراب النادي من رفع البان المفروض عليه. التارجت هو الصعود إلى الدرجة الأولى. بعد أن شخص يلي هني دانيال أورتن، وفي عنا كمان الكوتش إلي نصر، نتمنى إنه يتجاوبوا معنا. الاتحاد معنا يلي لعب دور كتير كبير لخلينا إنه نحنا نقدر نصال لهالساتلمنت. في مفاجأة، عم جرب نتعاطى مع لعيب إنه لعيب يكون كاليبر عالي مشان يساعدنا بالبطولة. فريقنا مدموج من لعيب كبار عنده خبرة لعبة بالأولى، لعيب صغار طالع وكتير لهم مستقبل كبير. يعني في عنا لعيبة هلا هون بالفريق صغار ومنيح، رودي سعادة، في عندك محيو كمان، محيو المصري كتير منيح. التجانس الكبير والجو العائلي بالفريق رح يساعدوا الفريق يحقق النتائج المرجوة، وهيدا اللي أكده مدرب الفريق مارون ديب وقائده شربيل السخن. لعيب الصغار أكيد عندهم دور كتير كبير السنة بالفريق، في كمستري حلوة، فريقنا منيح، وإن شاء الله نقدر نوصل ونحقق التارجت طبعاً. الجو كتير حلو، يعني نحن ثلاث أرباع اللعيبة بنعرف بعضنا وحبينا نكون مع بعض بهذا الفريق، خاصة اللعيبة اللي صار عندها خبرة بالدرجة الثانية، كل واحد بجرب يعمل للآخر، ونحن التارجت طبعاً نربح البطولة الدرجة الثانية. من دون شكل منافسة العالية بين الفرق بتصب لمصلحة اللاعب وجمهورها الكبير، فالدرجة الثانية السنة توعد بمفاجآت كبيرة، والهدف بين كل الفرق هو دور الأضواء.